السلام عليكم إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنوجه تحياتي الخالصة لجميع المشتركين والمتتبعين للقناة أينما كانوا. هذه قناتكم، قناة الجميع. اليوم جبت لكم هذا الفيديو وكنوضح فيه جميع المعلومات على هذه القطع النقدية الفرنسية. كما كتلاحظوا في الصورة، هنا معنا قطع نقدية من فئة 10 فرنك، وهذه القطع النقدية من 10 فرنك يعني أصدر منها 13 إصدار، يعني 13 إصدارات من سنة 1974 حتى سنة 1987. اليوم غادي نتكلمكم على 4 إصدارات مهمة واللي السعر ديالها مرتفع. طبعا ما نقدرش نتكلم على، يعني الفيديو غادي يطول إلا تكلمت لكم على 13 إصدارات. غادي نخصص هذا الفيديو 4 إصدارات، وإن شاء الله دابا ندير فيديو آخر نتكلم فيه عاوتاني ونوضح فيه على الإصدارات الأخرى. نبداو بالإصدارات اللي مهمة واللي السعر ديالها مرتفع. معنا قطعة هنايا كما كتلاحظوا، هنا مكتوبة يعني زخرفة فيها زوينة، هنا الريبوبليك فرانسيز كما كتلاحظوا، هنا 10 فرانك دي فرون، قطعة جميلة. هنا سنة 1976 وعندي ديال 75، ولكن أنا بغي نركز على إصدار سنة 1900. في الأول نتكلم على سنة 1981 و82. سنة ركزوا معايا الله يخليكم، هادو هما اللي السعر ديالهم مرتفع أكثر، سنة 1981 وسنة 1982. علاش؟ سنة 1981 أصدر منها 24000 قطعة فقط، وسنة 1982 أصدر 45800 قطعة فقط، فهي السعر ديالها كيوصل حتى 700 أورو، يعني عفوا حتى 700 درهم، يعني 70 أورو. هذه القطعة العادية اللي من النحاس، بحال هذه من النحاس والألومنيوم والنيكل. كاينة قطعة أخرى مشابهة لهذه يعني بالزخرفة بالكتابة، سنة 1981 82 ولكن من فضة، ركزوا معايا من فضة يعني من نقرة، هذيك يوصل السعر ديالها حتى 1800 درهم. هذه العادية 700 درهم، ولكن اللي من فضة من نقرة 1800 درهم. كاينة قطع أخرى أيضا حتى هي، هذه سنة 1976، عندي سنة 1975 إلى هي هذه حتى هي 76، هذه سنة 1975، سنة 1975 و76 هادو قطع عاديا، يعني قطع نقدية عاديا من كما ذكرت من الكوبري والألومنيو ومن النيكل المعدن ديالهم. كاينة فحال هادو سنة 1975 و76 ولكن من الفضة يعني من النقرة، هادو كيوصل السعر ديالهم عاوتاني حتى 1500 1600 درهم أو أكثر. ركزوا معايا الله يخليكم، ولكن كل معدن من الفضة أو النقرة، ولكن سنة 1981 82 قطع عادية من 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 النحاس والألومنيوم والنيكل، هادوك السعر ديالهم كيوصل 700 درهم، وإلا كانوا من الفضة ومن النقرة كيوصل السعر ديالهم حتى 1800 درهم. إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد المعلومات، واللي عنده شي قطعة فحال هاد القطع النقدية هادو اللي عرضت اليوم، يعني اي سنة حيت انا قلت لكم كاين فيهم 13 اصدار، يعني اللي عنده شي قطعه وشي اصدار في شي سنه يعني شي تاريخ وبغى يعرف المعلومات واش ديك القطعه يعني عندها قيمه او لا ما عندهاش قيمه، يخلي لي ميساج تحت الفيديو ويذكر لي فيه غير السنه ديال الاصدار، سنه الاصدار، وانا غادي نعطيه جميع المعلومات على ديك الاصدار، واش السعر ديالو مرتفع واش السعر ديالو ماشي مرتفع، فهمتيني، او لا يتواصل على الفيسبوك او لا انستغرام، وانا نعطيه جميع المعلومات. وقبل ما نسالي الفيديو،
نذكر لكم يعني هاد الاصدارات اللي صدروا ديال من سنه 1974 حتى سنه 1987. اصدار سنه 1974 22 مليون و 370 الف عفوا و 347 الف و 500. اصدار سنه 1975 عفوا سنة 1975 48 مليون و 262 الف و 500. إصدار سنة 1976 94 مليون و 505 الف و 500 قطعة. إصدار سنة 1977 100 مليون و 27 الف و 500 قطعة. إصدار سنة 1978 97 مليون و 590 الف قطعة. إصدار سنة 1979 110 مليون قطعة. إصدار سنة 1980 7 مليون و 950 الف قطعة. إصدار سنة 1981 24 الف قطعة. إصدار سنة 1982 45800 قطعة. إصدار سنة 1983 84400 قطعة. إصدار سنة 1984 39 مليون و 988 ألف قطعة. إصدار سنة 1985 29 مليون و 988 ألف قطعة. إصدار الأخير سنة 1987 49 مليون و 981 ألف قطعة. هادو هما الإصدارات 13 إصدارات يعني جميع العدد يعني العدد ديال كل إصدار نذكرت لكم اليوم. إخواني أخواتي كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات اللي ذكرناها اليوم خصوص هذه القطع النقدية الفرنسية من فئة 10 فرنك. وإن شاء الله دابا ندير كما ذكرت قبل ندير فيديو آخر نوضح فيه معلومات أخرى على الإصدارات الأخرى بالنسبة لهذه القطع النقدية الفرنسية. واللي عنده شي سؤال بغى يعرف شي معلومات على شي قطعة نقدية كتشابه من هذه القطعة أو لا قطعة نقدية أخرى يخلي لي تعليق تحت الفيديو يذكر فيه التاريخ والقيمه ديال ديك العمله هذيك ديال ديك القطعه هذيك وانا مستعد باش نجاوب على جميع الاسئله ديالكم لا تحت بالتعليق بالميساج ولا بالفيسبوك ولا بالانستغرام. وكنشكركم بزاف على التعليقات وعلى الدعم ديالكم للقناه والى فيديو اخر ان شاء الله وشكرا جزيلا كنتمنى لكم التوفيق.